خليني اجي لك يا كريم بقى. انت قصتك كبيره شويه. انت كابتن وائل دخل معانا على الهواء انت وحجازي، كنتوا خارج مصر، انت كنت في كندا. ايه اللي حصل بالظبط؟ كابتن وائل كلمك قال لك ارجع امتى؟ ايه اللي حصل؟ هو في الطبيعي اصلا ان انا ما بيبقاش عندي فرصه ان انا انزل في شهر 12، لان بيبقى اجازتي حوالي اسبوعين ويبقى عندي معسكر تدريب في الجامعه، ما بقدرش ان انا اخرج عنه. بس تلعب سباحه في الجامعه؟ جامعه ايه هناك؟ يونيفرسيتي اوف فيجينا. تمام. فالطبيعي ان انا الاسبوعين دول بيبقى عندنا معسكر مغلق في الجامعه، ما بقاش الكابتن ما بقاش مفضل ان انا فعلا. بس هو لما كابتن وائل عايز اتكلمني وكابتن علام كانوا قايلين ان البطوله دي احتمال يبقى مؤهله لبطوله العالم وفي فرصه ان انا انزل، فطبعا اتواصلت مع الكابتن، هو كان مرحب. و الكوتش بتاع الكندي ولا الكوتش الكندي لما اتكلمت معاه وقلت له ان ده جول فرصه ليا بالظبط ما كانش عنده اعتراض، وتواصلت مع الكابتن وائل عزت وعلام وبعتوا لي التيكت. وطبعا قبل ما انزل بيومين كانت كندا قفلت الطيران مع مصر وكانت الرحلات كلها، حتى التيكت اللي انا كنت بعتها لكابتن وائل اتلغت. يعني قفلت بس مع مصر؟ هي كانت قفلت مع 10 دول في افريقيا منها مصر وزيمبابوي، بس بعد كده عملوا لوك داون كامل خلاص، قفلوا كل رحلات مع كل دول العالم. انا بتهيألي كده بالظبط بعد ما نزلت الكلام ده حصل، بس قبل ما ننزل كان ال 10 دول اللي هم بتوع افريقيا بس. وطبعا كابتن وائل قال لي الدنيا هنعمل فيها ايه، فقلت له ممكن انزل كونكشن في حاجه ثانيه، فاضطريت ان انا انزل في باريس الاول، قعدت هناك حوالي 5 ساعات وبعد كده جيت دايركت على مصر. ولما جيت هنا طبعا كان فاضل حوالي 10 ايام على السباق، اضطريت ان انا احاول. بس انت ما شاء الله جاي جاهز. بالظبط الحمد لله يعني. فاضطريت طبعا ان انا احاول اظبط النوم طبعا والساعه البيولوجيه بتاعتي، والحمد لله ربنا اكرم. طب قول لي يا كريم، انت بتدرس هناك كسكولر شيب ولا رحت سكولر شيب؟ بالظبط. برافو. طيب ورحت من خلال بطوله عالم، هل رحت بطوله افريقيا؟ رحت ازاي ولا راسلت جامعه؟ انا كنت بدات بس الجامعه من وانا عندي 17 سنه، لان انا كان بقالي الحمد لله سنتين كنت بكسب سني في ال 800 ل 1500 وكانت ارقامي بتتحسن. فبدات اتواصل مع بدات اتواصل في امريكا وكندا، وبدات اتكلم الكباتن واقول لهم البروسيس بتاعتي وانا ماشي ازاي والتمارين واللايف ستايل، والاكتر حد ان انا حسيت ان هو متفاهم وحاسس ان انا هو ده. طب بتدرس ميجور ايه هناك؟ انا فاينانس وماينر ايكونومكس. برافو. في سنه كام؟ فاضل لي 3 سيمسترز، انا حاليا في سنه رابعه. انت في سنه رابعه، انت فاضل لك سيمستر تاني. لا في كندا علشان اليو سبورتس اللي هي البطوله الاساسيه في كندا بيبقوا سامحين ان الرياضيين ياخدوا سنه زياده بحيث ان هو يبقى اللود عليهم في الدراسه اقل سنه. حلو. بحيث يعني ان يدوا 5 سنين. بالظبط. برافو، فكره حلوه جدا. فانا يعني بقى يدوا للرياضيين سنه زياده يوسعوا لهم المواد عشان يدوا له فرصه يلعب رياضه. ايه يا جماعه ده؟ بالظبط. وان هو برضه هم هناك عندهم حاجه اساسيه ان لازم حضرتك توفق بين الرياضه والدراسه، لازم الاثنين يبقوا ماشيين مع بعض. فالسكولرشيب بتقع لو الرياضه وقعت او لو الاكاديميك وقعت. بالظبط. طب قول لي انت على مستوى مثلا يعني السباحه هناك، طبعا تورونتو، انت قاعد في تورونتو؟ لا انا قاعد في فيجينا. طب هي دي مدينه ساحليه اكيد ولا بتحتاج تاخد مشوار كبير عشان تروح للتعوم؟ يعني بتعوم ازاي ولا انا في الاساس اصلا بتمرن في الجامعه في بسين الجامعه عادي، بس في فتره الكورونا لما الدنيا وقفت والدراسه قلبت اونلاين والسباحه هنا كمان كانت في العالم كلها واقفه، كنت بدات زي استكشاف كده المفروض اعمل ايه الفتره اللي جايه لما ارجع من الكورونا، لان حضرتك لما بتقعد كتير مستواك لما بيرجع محتاج وقت. صح. فكنت بدات ابص على الطويله شويه لان انا ما كنتش عندي خبره في الطويله، ما كنتش نزلت كتير، فبدات استكشف. وكان عندنا التجارب اللي هي البطوله الافريقيه، كانت اول مره انزل 5 كيلو كعمومي وحققت فيها مركز ثالث الحمد لله طبعا، بس ما يعني ما توفقتش ان انا اسافر. بالظبط. والبطوله دي بقى لما قالوا ان هي عليها بطوله عالم انا كنت جاهز من قبليها والحمد لله، يعني ربنا يوفقك في اللي جاي كريم ان شاء الله.